بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي المسائل الثلاث. نعم. السلام عليكم. كمان شرح كمان صورة كثيرة تجيء بارس. ما هي المسائل الثلاث؟ كثيرة شيء بارس. المسألة الأولى. كمان تجيءنا. نفرد الله بتوحيد الربوبية بأفعاله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية بأفعاله حق الله حق وكيله بتدل بالسبب. المسألة الثانية نفرد الله بالعبادة لا يعبد إلا الله. تبنتنا الله وكيله بالقبول الشكر حزيان. المسألة الثالثة التعامل مع غير المسلمين كيف نتعامل معه؟ زي ما تذكر المسلمين على الله وتجلس إلى الزيارة. نعم. ثم بعد هذا. جاء القسم الثالث وهو لأهمية دراسة التوحيد. خلق الله سبحانه وتعالى الخلق ليعبدوه. فخلق الخلق خلق الخلق من أجل غاية. من أجل حكمة الخلق هؤلاء إذا اشتغلوا بعبادة الله سعدوا والله في هذه الدنيا. نعم. ولهذا عندما يأتي الآن مثلا شهر رمضان النهار صائم والليل قيام وصلاة تراويح. قراءة قرآن. أكل قليل وعمل كثير في رمضان. نرتاح في رمضان ونسعد في رمضان. لماذا؟ لأننا نسخر هذا البدن فيما خلق له في العبادة. نعم. فلا بد أن نشتغل في هذه الدنيا بعبادة الله حتى نسعد. الذي لا يشتغل بالعبادة هذا يشقى، نسأل الله العافية والسلامة، وممكن في نهاية الأمر ينتحر. لأنه لابد أن تعرف السبب من وجودك في هذه الدنيا. فهي أن تعبد الله سبحانه وتعالى، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تعبد رب واحد سبحانه وتعالى، تتبع نبي واحد عليه الصلاة والسلام، مع الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين تقدموا نبينا عليه الصلاة والسلام كعيسى وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. شريعة واحدة، دين واحد، قبلة واحدة، أمة واحدة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.